في الاجتياح الاول جينا جهزنا دورنا وسطرنا حالنا ودقدقنا هالشبابيك وعملنا نايل والحمد لله من فضل الله رجعنا هينا بعد 15 يوم على الشجاعية. تفرج الدمار كيف مش مخلين يعني ايش دخل شجر يعني كان خضار هنا كثير في المنطقة شجر ايش دخل الشجر وايش دخل الحجر وايش دخلني انا بني ادم في في جثث بني ادمين مدنيين ايش دخل المدني انت بتكاتل في الشعب ولا بتكاتل انت في مين انت قاعد بتحرق الاخضر واليابس.